كما ترون الافتتاح اليوم كان حفلا حقا بهيجا، تم في تكريم عدد من المثقفين والأدباء التونسيين والعرب وإسناد جوائز معرض تونسي الدولي للكتاب. هذه الجوائز التي أصبحت تحظى بمصداقية كبرى وتحصلت عليها تحصل عليها كتاب يمثلون إما ما هو مستقر وواضح في الثقافة التونسية أو ما في إضافة وتجديد أدبي خاصة وجمالي. هذا المعرض هو كما ترون وكما أرادته الهيئة المديرة هي سوق نحاول أن نوفر فيها أجود الكتب المنشورة، وفي الآن نفسه حفل ثقافي ومعرفي وفكري باللقاءات التي ستنظم وستعقد مع كبار الأدباء والمثقفين. ولكن أهم ميزة في تقديري لدورة هذه السنة هي برنامج الطفل الذي أصبح له بعد دولي، وكما ترون ورائي الآن هذه فرقة من روسيا للأطفال واليافعين حتى يطلع أطفالنا على ثقافات أخرى وعلى أنماط تعبيرية متعددة إثراء لقيم قيم التنوع والاختلاف والتسامح إلى آخره. هذه أهم المعطيات التي أستطيع أن أقدمها الآن.